خلال جولته في أسوان، مدبول يؤكد أن الدولة تولي أهمية قصوى لملف الصحة ويوجه الشكر للأطقم الطبية. استمرار لحملات القمع، السلطات التركية تعتقل 33 كرديا بمزاعم الصلة بحزب العمال الكردستاني. وماكرون يحذر من وجود مؤشرات تدل على أن فيروس كورونا يعود تدريجيا في فرنسا. الثالثة عصرا في القاهرة والواحدة بتوقيت غرينتش، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. بداية هذه النشرة مع ليلى سكافوزي. إليك ليلى. شكرا لك دينا وأهلا بكم مشاهدينا. وفي البداية نرجو من حضراتكم أخذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا لنحمي أهلنا ونحمي بلدنا. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تضع ملف الصحة على أجندة الأولويات، وهناك اهتمام كبير بتوفير خدمة صحية متميزة لمواطني المحافظات المختلفة. جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسوان، حيث تفقد أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب، والتي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية والتي يتم تطويرها حاليا استعدادا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. كما أثنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الجهود المضنية التي يقوم بها أفراد الأطقم الطبية الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجبهم في رعاية المصابين بفيروس كورونا بكل همة وضمير. وخلال تفقده مستشفى أسوان بالصداقة المخصصة للعزل الصحي لمرضى كورونا، اطمأن رئيس الوزراء على الإجراءات التي يتم اتخاذها بالمستشفى للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس ومدى توافر المستلزمات الطبية، حيث أجرى حوارا مع أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى اطمأن خلاله على سير العمل. هذا ووافق رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على تدبير 250 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسوان، مؤكدا على اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما في مجال البنية التحتية للارتقاء بحياة المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء لمشروعات المرحلة الأولى من الخطة والتي قاربت على الانتهاء بتكلفة حوالي 44 مليون جنيه لتنفيذها. كما أكد مدبولي حرص الدولة على الحفاظ على تراثها ورعاية الأماكن الأثرية التي تعد قيمة مضافة لهذا البلد تعرض تاريخه وتبرز حضارته. وخلال جولته التفقدية للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسوان، زار رئيس الوزراء متحف النوبة حيث اطلع على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتخاذها مع قرار وزارة السياحة والآثار تضمين متحف النوبة ضمن المواقع الأثرية والمتاحف التي سيعاد فتحها أمام الجمهور.
هذا وتفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته لمحافظة أسوان أعمال تطوير السوق السياحي بمدينة أسوان. وعقب ذلك استعرض مدبولي ومرافقوه وزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والصحة والإسكان ومحافظ أسوان، استعرضوا الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ساحة المحافظة. كما تمت الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن إنشاء مبنى مركز تجاري ومبنى إداري وتطوير واجهة مبنى المحافظة بمدينة أسوان. كما شدد مصطفى مدبولي على أهمية المحاور التي يتم تنفيذها على النيل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حققت طفرة في هذا الملف منذ عام 2014. وخلال تفقده محور بديل خزان أسوان، استمع إلى شرح حول المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 1.5 مليار جنيه، ويبلغ طوله 5.5 كيلومتر وعرضه 29 مترا، بواقع 3 حارات مرورية في كل اتجاه. يتكون من كوبريين رئيسيين، أحدهما كوبري على النيل والآخر كوبري الطريق الصحراوي الغربي، إضافة إلى نفق. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسة للمناورة الاستراتيجية حسم 2020، والتي نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة. وشملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش غير النظامية وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التجديسات والدعم اللوجستية، بالإضافة إلى قيام عدد من الطائرات الهليكوبتر بإبرار سرية صاعقة لتنفيذ إغارة على مركز قيادة مكتشف لعناصر المرتزقة وتدميره. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. الجيش المصري يحمي ولا يهدد. المنورة حسم 2020. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمناورة الاستراتيجية حسم 2020، والتي نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. شملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على العناصر المرتزقة من الجيوش الغير نظامية وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكدسات والدعم اللوجستية، بالإضافة إلى قيام عدد من الطائرات الهليكوبتر بإبرار سرية صاعقة لتنفيذ إغارة على مركز قيادة مكتشف للعناصر المرتزقة وتدميره. وتحت ستر النيران المدفعية تم تطوير أعمال القتال في العمق وتنفيذ رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لكتيبة دبابات مدعمة في ظل الوقاية المباشرة المضادة للطائرات عن التجميع الرئيسي للقوات. بتنفيذ رماية دفاع جوي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف.
وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيتات المحددة. وفي نهاية المناورة نقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في كافة المهام التي توكل إليهم. وأشاد القائد العام بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المناورة، وجدير بالذكر قد تضمنت المراحل الأولى للمناورة تنفيذ أعمال الفتح الاستراتيجي للقوات البرية. والفتح الاستراتيجي للقوات الخاصة من المظلات والصاعقة. وتنفيذ عملية برمائية ناجحة للقوات على الساحل في منطقة حدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وتنفيذ أعمال المناورة والقتال الجوي والتعامل مع الأهداف ذات العمق البعيد. والتي تتطلب التزويد بالوقود في الجو لمختلف الطرازات. وتنفيذ رمايات الدفاع الجوي. والمدفعية. المناورة حسم 2020. اعتقلت السلطات التركية 33 كرديا بمزاعم صلاتهم بحزب العمال الكردستاني، حيث دهمت قوات الأمن التركية ما يقرب من 30 عنوانا في مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد فجرا، وصدرت وثائق زعمت أنها تخص منظمة حزب العمال الكردستاني بحسب وسائل إعلام محلية. بدوره كشف المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي أن من بين المعتقلين ناشطات سيدات. أوقفت إحدى المحاكم التركية أماً فلسطينية مع طفلتها البالغة من العمر سنة ونصف، وانتشرت خلال الساعات الماضية صورة الطفلة وأمها على موقع التواصل بعد أن قضت محكمة في مدينة بورصة غربية تركيا بسجن المرأة ذات 32 عام برفقة طفلتها الرضيعة بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن. كما يذكر أن تقارير داخلية كشفت وجود أكثر من 800 طفل ومولود جديد معتقلين مع أمهاتهم في السجون التركية.
أكد رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو رفضه لبيع أراض في محيط مشروع قناة اسطنبول المائية إلى بعض أفراد العائلة الحاكمة في قطر. وقال إمام أوغلو في تصريحات صحفية أن كل الدراسات المرتبطة بمشروع قناة اسطنبول تثبت أن معارضته صحيحة بنسبة 100%، لأنه سيؤدي لزيادة ظاهرة الزلازل وسيؤدي لغرق مناطق أثرية بأكملها. وأكد أوغلو أن الإسراع في إنشاء قناة اسطنبول هو خدمة مصالح مجموعة محددة من الأشخاص، معتبرا هذا القرار بأنه مذبحة للمدينة وخيانة لها. قالت صحيفة سوغو التركية أن السلطات وافقت على دخول أراض مساحتها 44 فدان تمتلكها والدة تميم ضمن مشروع قناة اسطنبول. وبحسب الصحيفة فإن الشركات القطرية التابعة لوالدة تميم استولت على مشروعات المرافق التجارية والسياحية ضمن مشروع قناة اسطنبول. وأثارت هذه الخطوة استياء نواب معارضين في البرلمان التركي، لا سيما نواب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، حيث نشر بعضهم تغريدات مناهضة لبيع الأراضي إلى قطر. تصدر محكمة العدل الدولية اليوم حكما في قضية الحظر الجوي الذي فرضته مصر والسعودية والإمارات والبحرين على قطر بسبب دعمها الإرهاب. كانت دول الرباعي العربي قد اتخذت بعض الإجراءات السيادية ضد الحكومة القطرية لحماية أمنها الوطني من سياسات الدوحة في تمويل ودعم الإرهاب والتطرف. وإلى فرنسا، حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هناك مؤشرات تدل على أن فيروس كورونا بدأ يعود تدريجيا. جاء ذلك خلال احتفالات العيد الوطني بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط إجراءات استثنائية في ظل فيروس كورونا المستجد. قال خبراء في مجال الصحة إن بريطانيا قد تواجه في الشتاء القادم موجة ثانية من فيروس كورونا أشد فتكا من الموجة الحالية، وتوقع الخبراء أن تستمر الموجة الجديدة لنحو 9 أشهر، ما قد يؤدي إلى وفاة حوالي 120 ألف شخص. هذا وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 418 ليصل إلى 199375 حالة. وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 4 إلى 9068 حالة. أعلنت بلجيكا أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ 10 مارس الماضي، بعدما كانت أكثر الدول المتوسطة الحجم تضررا بالفيروس، حيث بلغ معدل الوفيات بها 850 وفاة بين كل مليون مواطن، وهو أسوأ معدل بالعالم باستبعاد دويلة سان مارينو. وتجتمع الحكومة البلجيكية الأربعاء لمناقشة تخفيف المزيد من القيود بعدما جعلت وضع الكمامة إجباريا لدخول المحال التجارية ودور السينما والمتاحف في 10 من شهر يوليو.
وفي روسيا أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 175 حالة وفاة وأكثر من 6200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وبهذا تتجاوز حصيلة الوفيات داخل روسيا 11600 حالة، فيما تلامس الإصابات 740 ألف إصابة. قررت السلطات الصحية الروسية إلغاء إلزام كل القادمين إلى البلاد بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما بسبب فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من الأربعاء 15 من يوليو الجاري. سيكون لدى الروس العائدين إلى البلاد أحد ثلاث خيارات تتضمن تقديم وثيقة تثبت خضوعهم لفحص سلبي عن طريق PCR أو إجراء نفس الفحص خلال 72 ساعة من وصولهم أو وضع أنفسهم في العزل الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، فيما يتاح أمام الأجانب الخياران الأولان فقط. وفي أستراليا شددت السلطات هناك القيود على التنقل في جنوب شرق البلاد مع اكتشاف عشرات الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في ولاية فيكتوريا، كما فرضت السلطات الإسبانية قيودا على عدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في الحانات الكبيرة داخل الولاية. وأوضحت السلطات أن الحالات النشطة في فيكتوريا ارتفعت إلى ما يقرب من 2000، وذلك بعد اكتشاف 270 إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية. أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل 3 وفيات و666 إصابة بفيروس كورونا، بذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقرب من 400 حالة وإجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 56 ألف. هذا وأعلنت سلطنة عمان السماح للمواطنين بالسفر للخارج وفق شروط معينة والإبقاء على منطقتين تحت العزل العام. يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه السلطنة 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة إلى ما يقارب 60 ألف إصابة. كما ذكرت وكالة الوزارة أنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالسلطنة إلى 273 وفاة. أعلنت إيران تسجيل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 262 ألف. وبحسب الصحة الإيرانية فقد تم تسجيل 179 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد المتوفين في إيران أكثر من 13 ألف. أعاد حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية إغلاق بعض الأنشطة والأعمال في الولاية بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأصبحت ولاية فلوريدا وأريزونا وكاليفورنيا وتكساس البؤرة الجديدة للجائحة في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة. ووفقا لتحليلات رويترز فقد زادت حالة الإصابة بوتيرة سريعة في 40 ولاية أمريكية من 50 على مدى الأسبوعين المنصرمين. تخطت الهند حاجز 900 ألف إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة. ذكرت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 28 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 900 ألف إصابة في عموم البلاد. وأعلنت الوزارة أنه تم تسجيل 553 وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 23727 وفاة. أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنها سجلت 366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية،
ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد إلى 21868 حالة. وسجلت العاصمة طوكيو منفردة ما يقارب من نصف الحالات المستجدة، مما يزيد من القلق بين سكان المدينة والسلطات المحلية من وقوع موجة ثانية من تفشي الإصابات وسط 14 مليون نسمة هم تعداد طوكيو. سجلت كوريا الجنوبية 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبحسب المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية فإن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى أكثر من 13 ألف. من ناحية أخرى ظلت حصيرة الوفيات بسبب الفيروس مستقرة عند 289 وفاة. في البرازيل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 20,286 إصابة و733 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مستوى 1,884,067 حالة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 733 حالة بإجمالي وصل إلى 72,833 حالة. نظمت فرنسا العرض العسكري المعتاد احتفالا بالعيد الوطني للبلاد وذكرى اقتحام سجن باستي الذي مثل رمزا لسلطة الملك لويس السادس عشر. وخلال احتفال هذا العام تم تكريم ذكرى كل من ضحى بحياته بين مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك أفراد الأطقم الطبية وسائقي سيارات الإسعاف، في مسعى من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لإبراز نجاح التجربة الفرنسية في مواجهة الفيروس. من ناحية أخرى تشهد شوارع باريس حاليا مناوشات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على حكومة باريس. ذكرت شرطة إقليم كاتالونيا على حسابها على تويتر أن الشرطة الإسبانية اعتقلت شخصين في عملية لمكافحة الإرهاب ببرشلونة. وقالت مصادر قريبة من التحقيق أن الرجلين كانا يجهزان لهجوم إرهابي.
للمزيد من المتابعة مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إشبيليا بشير الحسن الباحث السياسي بجامعة إشبيليا. أرحب بك سيدي بداية على شاشة أكسترا نيوز، وأبتدي معك سيد بشير إذن من اعتقال الشرطة الإسبانية لشخصين يحملان الجنسية الجزائرية، هل ثبت بالفعل انتماء هؤلاء إلى أي تنظيم يعني إرهابي معين؟ شكرا لك. شرطة إقليم كاتالونيا موسوس دي سكوادرا أكدت اليوم أنها بدأت عملية منذ الساعة 6 صباحا تمثلت في تفتيش بعض الشقق، وهذه العملية أفضت إلى اعتقال شخصين كما ذكرتم في المقدمة. لم تقدم الشرطة الإسبانية أي تفاصيل بخصوص هذه العملية، واكتفت بالقول أن عدد المعتقلين هو 2 وأن العملية تأتي في إطار مكافحة التنظيمات الجهادية والخلايا الجهادية الموجودة في إقليم كاتالونيا وفي باقي المدن الإسبانية والتي يتم اعتقالها بين الفينة والأخرى دون أن يتبنى أي تنظيم تبعية هؤلاء العناصر له، ودون حتى أن تحدد الشرطة الإسبانية ما إذا كان العناصر بالفعل هي عناصر نشطة أو صفتها تنظيمية أو تبعيتها لأي تنظيم، مع الاكتفاء بالقول أنهم هذه العناصر كانت تجهز لعمل ما، وأنها بعضها يكون في المراحل الأخيرة كما حدث في قبل شهر حوالي من الآن في وسط إسبانيا. إذن العملية لحد الآن لا تزال متواصلة، والشرطة الإسبانية في إقليم برشلونة لم تقدم مزيد من التفاصيل حول طبيعة هؤلاء العناصر وحول نوعية العملية ومكانها أو توقيتها إلى غير ذلك من التفاصيل التي ننتظر صدور بيان في عن الشرطة الإسبانية حال انتهاء العملية. إذا نحن بصدد يعني أستاذ بشير المزيد من التفاصيل حول هذه العملية، وكما قلت من الممكن أن تكون الشرطة الإسبانية تكشف النقاب اليوم عن شبكة لتجنيد بعض الإرهابيين. أريد أن أشكرك شكرا جزيلا من إشبيليا بشير الحسن الباحث السياسي بجامعة إشبيليا على كل هذه المعلومات. قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالسماح بتنفيذ أول مجموعة من عقوبات الإعدام الاتحادية في 17 عاما. بموجب هذا الحكم يتم إبطال أمر قضائي سابق بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام انتظارا لنتيجة الطعون على استمرار البروتوكول الحكومي للإعدام بطريق الحقن. وكان وزير العدل ويليام بار أعلن في يوليو أن وزارة العدل ستستأنف تنفيذ أحكام الإعدام لبعض من 62 سجينا ينتظرون تلك العقوبة. بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الروسي نظيره سيرجي لافروف الوضع في أفغانستان، ولما تذكر الخارجية الأمريكية مزيدا من التفاصيل عن فحوى هذا الاتصال الذي جاء عقب تقارير تشير إلى تورط روسيا في دعم حركة طالبان الأفغانية لقتل جنود أمريكيين. وقالت الإدارة الأمريكية أن الوكالات الأمريكية لم تؤكد هذه المعلومات، بينما طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي فرض عقوبات على قطاعي المخابرات والدفاع في روسيا. اتهمت الصين الولايات المتحدة بتخريب السلام والاستقرار الإقليميين، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي اعتبر فيها مطالبات الصين بالسيطرة على الموارد في بحر الصين الجنوبي أمرا غير مشروع. وقالت السفارة الصينية في واشنطن في بيان إن هذا الاتهام لا مبرر له على الإطلاق، مضيفة أن الجانب الصيني يعترض بشدة على تصريحات بومبيو.
تواصل لجان المتابعة بمقار المحاكم الابتدائية الموزعة على مستوى الجمهورية استقبال أوراق راغبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ. وأشار المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ارتفاع إجمالي من تقدموا للترشح إلى 382 شخص، منوها بأن الهيئة أزالت كافة المعوقات أمام المرشحين حتى يتسنى لهم التقدم بالمستندات المطلوبة. كما أوضح أن لجنة الفحص والبت في صفات المرشحين تقوم بفحص الأوراق المقدمة من المرشحين والأحزاب أولا بأول. أعلنت اللجنة الاستشارية الدولية الخاصة بفيروس كورونا اختيار 3 علماء من أعضاء أكاديمية البحث العلمي لعضويتها. العلماء الثلاثة هم دكتور يمن الحماقي الأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، ودكتور عبد المجيد قاسم الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، ودكتور سامح سرور الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان. من جانبه أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار أن هذه اللجنة الاستشارية هي مجموعة مكونة من 60 من العلماء المرموقين حول العالم كل في تخصصه، تمثل منتدى لتبادل المعلومات وتعظيم التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الوباء والتغلب على آثاره. قالت وزيرة التجارة نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على وضع خطة عاجلة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بكافة المحافظات بعد أزمة فيروس كورونا. وأضافت جامع أن الجهاز يقوم بعقد لقاءات مع المحافظين وقيادات الجهات المعنية بهذا القطاع للتعرف على احتياجاتهم والوقوف على المشكلات التي تواجه الشباب لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو تشغيل مشروعاتهم القائمة ودراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة بكل محافظة والتي يمكن أن يستفيد منها الشباب في إقامة مشروعاتهم. انطلقت فعاليات الدورة العلمية المكثفة لأئمة الصومال والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريج الأزهر تحت رعاية دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عبر الفيديو كونفرنس. وفي كلمته طالب دكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة طلب الأئمة بالتفاعل ونقل ما تعلموه وطرح أي أفكار حول القضايا الملتبسة للرد عليها، موضحا أن سماحة منهج الأزهر الشريف هو ما دفع دول العالم لإرسال أبنائهم للتعلم والاستفادة من علومه ومناهجه.
من المقرر أن ينتهي العمل في مشروع تطوير بحيرة عين الحياة المعروفة بعين الصيرة نهاية العام الحالي، ويقام المشروع على مساحة 63 فدانا باستثمارات بلغت 280 مليون جنيه، كما يوفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. المزيد في هذا التقرير. البناؤون من أبناء مصر بحرفهم المختلفة أحد أعمدة المشروعات القومية التي تبنيها مصر. حشمة محمد حداد مسلح 67 عاما، أب لخمسة أبناء وجد لستة أحفاد، ويفخر بعمله في عدد من المشروعات القومية التي من بينها مشروع عين الحياة. أي نعم صح، أنا سن كبير أي نعم، بس الحمد لله يعني راجل مجتهد زرع اللزوم، واشتغلت في مشاريع كتير، واشتغلت حتى في مثل الأنفاق، واشتغلت في الموقع هنا، واشتغلت في الكباري. يعني الحمد لله أنا سني النهاردة 67 سنة، بس الحمد لله يعني ما فيش حد برضو يغلبني في شغلي. والله صراحة ربنا، هي المنطقة طبعا نطلت على الأول بكتير، الأول كانت كلها عشوائيات وكلها يعني مخلفة زرع لزوم، النهاردة نطفت وبقت حاجة تانية. طبعا ده شيء شرفنا احنا، طبعا بنشرف البلد. عين الحياة بحيرة تفجرت عقب زلزال ضرب مصر عام 1926، وأصبحت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي مقصدا عالميا للاستشفاء قبل أن تتراكم عليها العشوائيات وتلوثها يد الإهمال، فتصبح كارثة بيئية لم يسلم منها الأحياء ولا الموتى. الدولة ابتدت تاخد بالها من المكان من جماله، عشان متحف الحضارة كمان، فابتدى يتحط فكر تطوير المنطقة بالاشتراك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة. عملوا إزالة لكل العشوائيات اللي كانت موجودة، والناس اتعوضت وخدت مساكن في أماكن مختلفة، وابتدى يتحط التصور العام لتطوير البحيرة. إطلالة متحف الحضارة المصرية عليها من الجهة الشرقية، وسور مجرى العيون شمالا، ومن الشمال الشرقي القلعة، وغربا روضة تضم أضرحة الأولياء الصالحين بين قبة الإمام الشافعي ومقام الليث بن سعد ومجمع الأديان في أقصى جنوبها الشرقي، جعل تطوير البحيرة أمرا حتميا كجزء من مشروع أضخم يهدف لتطوير المنطقة كلها. فبدأ العمل. المشروع هيبقى في حدود 280 مليون. مكونات المشروع عبارة عن ممشى سياحي بحوالي 2 كيلو اللي لافف حواليه البحيرة عشان الناس تستمتع بجمال البحيرة، وكمان عشان المتحف الحضارة، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، عندي مجموعة من النوافير، مجموعة رئيسية 39 نافورة عند المسرح، وأربع مجاميع تانية بيوصل فيها المية بالارتفاع 8 متر، وبتدينا شكل جميل جدا بالليل مع الإضاءة بتاعتها. عندي مجموعة من المطاعم المفتوحة، عندي ساحة شاي في الجهة التانية، عندي الجزيرة الاستوائية فيها مجموعة من المطاعم، دي كلها مطاعم أوبن، وفي عندي مطاعم مقفولة حوالي 3 مطاعم. ده المكون الرئيسي للمشروع، بحيث إنها تبقى منطقة ترفيهية سياحية. يظهر جمال البحيرة ومحيطها شيئا فشيئا في حالة عمل لم تتوقف رغم جائحة كورونا التي ربما مثلت تحديا للعاملين بالمشروع. لما ابتدى موضوع كورونا ده ابتدينا في موضوع جهاز قياس الحرارة وجهاز التعقيم، وابتدى المكاتب كلها تترش بمية وكلور. قياس الحرارة ده يوميا عاملين غرفة كده صغيرة اسمها عزل، تمام؟ اللي بنشك فيه ان هو حرارته مرتفعة شوية بيقعد في العزل كده شوية لحد ما حرارته تهدى. حرارته ما بتهداش بنضطر ان هو يروح، والشركة مدياني تفويض ان انا اعزل اي مهندس اي مشرف اي عامل 14 يوم على حساب الشركه، وما بيرجعش الا لما يجيب لي تحليل ان هو خلاص انتهى من موضوع كورونا. وزي ما انت شايف كده ما فيش حد بينزل الموقع من غير كمامه. متنفسا ومتنزها ومقصدا سياحيا لا يضاف فقط لمعالم مصر القديمه، ولكن لخريطه مصر السياحيه عامه. هذا ما سوف تصبح عليه عين الحياه ومنطقه مصر القديمه، مشروع عظيم يهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد مصر الحضارية والتاريخية، كما يعيد تشكيل وجه مصر الحضاري بما يليق بالإنسان المصري، فيحقق بذلك المنفعة والجمال. أحمد عبد الرازق، لاكسترا نيوز. Спасибо.
نجحت مصر في التقدم 13 مركزاً بمؤشر المخاطر الاجتماعية للعام الجاري. أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في عرض أن مصر قفزت للمركز 62. يقيس المؤشر مدى قدرة الدول على مواجهة المخاطر الاجتماعية معتمداً على 12 مؤشراً فرعياً، وتضمن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للفرد والإنفاق الاجتماعي العام. ينتهي موسم توريد القمح المحلي لعام 2020 منتصف يوليو الجاري بعدما استمر لمدة 3 أشهر، وبلغ معدل التوريد 3.5 ملايين طن. كما يعد أعلى معدل توريد خلال السنوات السابقة مقارنة بالعام الماضي. وشدد وزير التموين علي المصيلحي أن هذا الموسم يعد واحدا من أنجح مواسم التوريد نتيجة توفير المبالغ المالية اللازمة أسبوعيا وتحسن الظروف المناخية، ما ساهم في زيادة ووفرة المحصول وأيضا زيادة الساعات التخزينية ودخول 3 صوامع جديدة الخدمة هذا الموسم. بحثت وزارة البيئة مع محافظة جنوب سيناء آليات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء. وأوضحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أنه يتم تحديث الدليل الاسترشادي لمنح العلامة الخضراء للفنادق لإضافة عدد من الاشتراطات الخاصة بحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية. من جانبه أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة دعمه لسياسات الحد من استخدام البلاستيك واستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة. وجه بسرعة الانتهاء من مشروع مدينة شرم الشيخ الخضراء. أكد وزير البترول طارق الملا أن استراتيجية تطوير ورفع كفاءة العاملين بهيئة الثروة المعدنية تستهدف مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي تفعيلا لرؤية مصر 2030. وأوضح وزير البترول أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للعاملين بالهيئة والبالغ عددهم 110 عمال، وتتولى شركة أنبي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الهيئة. تبدأ وزارة المالية إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية الشهر الجاري ولمدة 3 أشهر. وأكد وزير المالية محمد معيط أن المبادرة تستهدف تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية، بما يحفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة على النحو الذي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد. تبدأ وزارة الكهرباء تنفيذ أول 4 مراكز تحكم بتكلفة تبلغ نحو 4.6 مليارات جنيه، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء. وقال وزير الكهرباء محمد شاكر إن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والنظم الذكية عن طريق إنشاء وتطوير 14 مركز تحكم كمرحلة أولى.
مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز في أنحاء الجمهورية بتكلفة مبدئية تبلغ 2 مليار يورو. انتهت وزارة الزراعة من الإجراءات اللازمة لإصدار كافة الموافقات لإقامة مشروعات الإنتاج الدجني في 9 مواقع بالمناطق الصحراوية بمساحة إجمالية تبلغ 19,000 فدان. وقال وزير الزراعة السيد القصير أنه تمت الموافقة على إقامة هذه المشروعات وتضمين المواقع 9 ضمن خريطة التنمية لأراضي الدولة، وتشمل محافظات قنا والوادي الجديد والأقصر وشمال سيناء. وإلى أخبار الرياضة، حيث ألغت محكمة التحكيم الرياضية عقوبة منع فريق مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لمدة 2 عامين. وأقرت المحكمة بأن النادي الإنجليزي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف. المزيد في هذا التقرير. بعد نحو 5 أشهر من المداولات، قررت محكمة التحكيم الرياضية إلغاء عقوبة منع فريق مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لمدة 2 عامين التي وقعها عليه الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي، مع غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو بعد اتهام الفريق بمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف تنص على تحقيق التوازن بين مصروفات الأندية وإيراداتها، ومن ثم عدم السماح بوجود خسائر كبيرة في الأندية جراء الإنفاق بصورة مبالغ فيها على اللاعبين. كما أمرت محكمة التحكيم الرياضية بتقليص الغرامة المالية الموقعة على السيتي والتي قدرت ب 30 مليون يورو إلى 10 ملايين فقط على أن يتم سدادها. وكان الغياب عن دوري أبطال أوروبا سيكلف سيتي، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، خسائر تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني تتراوح ما بين أموال الجوائز وحقوق البث وتذاكر المباريات وإيرادات أخرى. وضمن سيتي المتوج بطلا للدوري الممتاز عامي 2018 و2019 التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه. ولا يزال مانشستر سيتي ينافس في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث وصل إلى الدور ثمن النهائي وتغلب ذهابا على ريال مدريد ب2-1، وسيتواجه الفريقان إيابا في مانشستر في شهر أغسطس المقبل. ويستضيف مانشستر سيتي غدا الأربعاء فريق بورنموث في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي. يحتل مان سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بفارق 21 عن ليفربول المتصدر. على الجانب الآخر، يدخل بورنموث المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزا كبيرا على ليستر سيتي في الجولة الماضية، محتلا بذلك المركز 18 برصيد 31 نقطة. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الجولة من الأخبار نذكر حضراتكم بأبرز ما ورد بها من أنباء. خلال جولته في أسوان، مدبولي يؤكد أن الدولة تولي أهمية قصوى لملف الصحة ويوجه الشكر للأطقم الطبية. استمرارا لحملات القمع، السلطات التركية تعتقل 33 كرديا بمزاعم صلتهم بحزب العمال الكردستاني. وماكرون يحذر من وجود مؤشرات تدل على أن فيروس كورونا يعود تدريجيا في فرنسا.
انتهت النشرة مشاهدينا الكرام، ولكن نحيط علم حضراتكم بأن التردد الجديد لقناة أكسترا نيوز أصبح 11785 في. كنت معكم أنا ليلاس كفوزي والزميلة دينا زهرة في هذه النشرة. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.